بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تأصيل المسألة أن يعلم أن الله تبارك اسمه خلق خلقه من نفس واحدة. قال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فخلق الله جل وعلا حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام. وفي قوله جل وعلا: وخلق منها زوجها، ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن المقصود البيان والجنس والنوع، وخالفه كافة العلماء وأثبتوا لأن الحديث الصحيح دل عليه أن حواء خلقت من أحد أضلاع أبينا آدم عليه السلام. وهنا يعني منحة قليل إذا أذنت لي قبل أن نستطرد في الآية والحديث، ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة الرجل إذا كان لا يعرف هل هو الشخص إذا كان لا يعرف هل هو رجل أو امرأة مما يسمى بكذا وكذا، فكان يقول يعد أضلاعه، فإذا وجد في أضلاعه نقصا فهو رجل، لأنه يرى، أنا لا أدري عن هذا طبيا، إن كانت الأضلاع أقل فهو رجل، وإن كانت الأضلاع أكثر فهي امرأة، فهي امرأة. لأن آدم لأن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا استطراد في المنحة. فالله جل وعلا يقول: وخلق منها زوجها. الزوج في اللغة تطلق لكل على كل من كان له ثان، فيقال للرجل زوج وللمرأة زوج. أما اصطلاح إطلاق زوجها فقد ذكره الفقهاء للتمييز بين الرجل والمرأة، لكن القرآن ليس فيه لفظ زوجة. وقد كان الأصمعي وهو أحد أئمة اللغة ينكر على من يقول زوجة، فذكره ببيت لأحد العرب الذين يستشهد بهم بشعرهم، فقال إنما أخذه عن أصحاب الحوانيت والبقالين، يريد أن يقول إن هذا اللفظ غير صحيح. لكن كما قلت غلب هذا في استعمال الفقهاء للتفريق بين الرجل والمرأة. طبعا أنا أعتذر إن أنا استطرد وأنت طلبت إطلال معرفية، ونحن نريد هذا طبعا الشيخ نستمتع به. فإذا عرف الإنسان إذا عرف الرجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. المقصود من الحديث أن التقصي لا يحسن مع المرأة، التقصي لا يحسن مع المرأة، والحكم على الشيء فرع من تصوره. فإذا علمنا أن المرأة أصلا جبلت على النقص لم يكن منا عقلا أن نطالبها بالكمال، فلا حاجة لأن نتقصى كل شيء من أحوالها. كذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أنها جبلت على النقص، فلا تطلب ما ليس لها، فلا تطلب ما ليس لها. وليس صوابا ما بثته الحضارة المعاصرة من مساواة الرجل بالمرأة، وقد بينا هذا، وهذا في دين الله أجل وأشهر وأبين من أن يستشهد له. لكن قد يأتي بعض الفضلاء هو يريد أن يبين الإسلام حتى يجمل في عيني الغرب، لكنك لن تجمل الإسلام في عيني الغرب بأعظم من أن تظهره كما هو. فهو لا يحتاج إلى تحسين، لا يحتاج إلى تحسين، إنما التحسين لمن فيه نقص، ودين الله لا يعتريه النقص أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا علم الرجل أن هذا هو حال المرأة ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بها، أتينا للحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، محال أن تجد في زوجتك كل ما ترغبه نفسك وعيناك وسائر مطالبك، لكنه شيء يحمل آخر، شيء يحمل آخر. وهذا معنى إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال عز جل ذكره: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أجمع ما بين الآية والحديث. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يصف نساء بالكثرة مع أنهن كثيرات. فهذا يفهم منه أن
الأصل في حق الرجال الظهور، والأصل في حق النساء الاختفاء، والأصل في حق النساء الاختفاء. هناك طرائق يعلمها الراسخون في العلم في قضية كيفية الاستشهاد بآيات القرآن. يعني أحيانا الحكم لا يكون ظاهرا، يكون خفيا، وإنما يمن الله على من يمن من عباده بأن يعرف ذلكم الحكم. ويحسن بطلبة العلم أن يقرأوا في الكتب التي فتح الله على أصحابها في علوم القرآن، مثل كتاب البرهان للزركشي رحمه الله. فمن ذلك مثلا الله قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم ذكر ذكر الباقين. ليس في ذكر هؤلاء المحارم، ليس فيهم لا الأخوال ولا الأعمام، مع أنه من المتفق عليه أن الأخوال والأعمام من المحارم، لكن لما لم يذكرهم الله؟ خوفا من أن يضع الرجل ابنته عند ابنه إذا كان خالة، أو عند ابنه إذا كان عم، فتقع الفتنة، فتقع الفتنة، في حين أن غيرهما من المحارم يجمع الرجل ما بين، يعني ما بين الابن وأبيه، تصبح المحرمية واحدة. لكن في الخال والعم تنصرف المحرمية إلى العم والخال دون أبنائهم، دون أبنائهم. ولهذا يعني يدخل هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. المراد من هنا هذا ما يسمى دليل، يعني طريقة خفية في فقه الدليل. نعود هنا، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا. إذا جنحنا لقضية الفرق وهو البغض، نعم، العرب تقول هذا ابن فروك، يعني امرأة مبغضة لزوجها. ولهم يعني في ثقافاتهم السابقة يقولون، والعلم عند الله، أنا هنا ناقل، إذا كانت المرأة حال الجماع غالبا، نعم، لم تكن راغبة فيه، فإن الابن يكون شيئا مختلفا. ويزعمون، أو هذا حق لكن هل هو على الجميع أو لا، أن أبا كبير الهذلي، وهذي القبيلة عربية معروفة، وقد كانوا من الفصاحة بمكان، وقد مر معنا أن الشافعية مكث عندهم سنين قرابة 10 يأخذ عنهم اللغة. ولما سئل حسان رضي الله عنه وأرضاه من أشعر الناس، قال حيا أو فردا، يعني أحياء العرب أم أفراد، قالوا حيا، قال هذيل. ومنهم أبو ذؤيب الهذلي، وهو الذي يقول أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بنافع من يجزع، إلى أن قال في قصيدته والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال الأصمعي هذا أبرع بيت قالته العرب. من هؤلاء، من هذيل، أبو كبير الهذلي، وأبو كبير الهذلي من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المحفوظ المشهور عند أهل الحديث، ولهذا لا يعد صحابيا. ويقال إنه دخل المدينة يوم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، بيوم أو يومين، أو قبل أن يدفن. المهم المشهور المحفوظ أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. هذا أبو كبير تزوج في الجاهلية امرأة هي أم من عرف بتأبط شرا، أحد الصعاليك المشهور بفتوته وقوته وحبه للغزو. فيقولون إنه كان تأبط هذا كان مبغضا لأبي كبير زوج أمه، فأخذ إذنا أبو كبير من أمه، أي من زوجته، من أمه تأبط واسمه جابر، أن يقتله. لا إله. فخرج معه إلى الغزو، على أنهم الغزو يعني يتعرضون للناس يسرقونهم، هذا كله قبل الإسلام أو لم يبلغهم الإسلام بعده. فلما خرج كان أبو كبير قد هيأ نفسه لقتل هذا الغلام، كان يومئذ غلاما. فلما خرج معه مضى 3 ليال لم ينام، وكان يتناوبان النوم، فكان يحرس أحدهما الآخر. فيقبل أبو كبير أن ينام هو في الأول، فإذا جاء حين نوم تأبط شرا نام معه، يعني لا يحميه، في حين أن ذاك يحميه إذا نام، حتى مضى 3 ليال. فلما مضى 3 ليال أقبل على نار عند رجال من العرب،
فشكى أبو كبير الجوع وأمر تأبط شرا أن يذهب إليهم وهو يظن أنهم سيقتلونه فيستريح منه. فلما ذهب إليهما وكان من أكبر سراق العرب قتلهما تأبط شرا، فعاد إليه وأخبره أنه قتلهما وأتله بالطعام الذي يملكانه، فزادت إعجابه به رغم عزمه على قتله. فلما جاء حين أن ينام أضمر أبو كبير أن ينام تأبط شرا أول الليل حتى يقتله. فلما نام تأبط شرا كان قد سرق إبلا، فالإبل في ناحية وتأبط شرا ينام، وتأبط شرا ينام في ناحية وأبو كبير يحرصه، هذا مجمل ما اتفق عليه. فرمى حصاة عليه ليرى أين مبلغه من أين مبلغه من النوم، فإذا به يستيقظ منذ أن سقطت الحصاة ويقول ما هذا، ويطوف حول الإبل فلا يرى شيئا فيعود. فرمى أبو كبير بحصاة أقل منها فاستيقظ الفتى وطاف حول الإبل فلم ير شيئا، فقال لأبي كبير يا هذا لقد رابني أمرك، والله لئن أيقظتني ثالثة لا أقتلنك. فبات أبو كبير يحرصه بحق ويخاف من الإبل أن تحدث صوتا حتى قضي أصبح وقضي أمرهما وعاد إلى الحي دون أن يقتله. فلما أراد أن يمدحه وقد أعجب به وانقلب البغض حبا قال يمدحه ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مسدوءة كرها وحبل نطاقها لم يحلل. ثم أخذ يمدحه فإذا نظرت إلى أسرة وجهه لمعت كبرق البارق المتهلل يحمي الصحاب إذا تكون كريهة وإذا هم نزلوا فمأوى العيل. أخذ يمدحه بأبيات، موضوع الأبيات أنه قال فيه ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل حملت به في ليلة مزدوءة كرها وحبل نطاقها لم يحلل، أي أنها لم تعن زوجها على جماعها كارهة مبغضة له، مع ذلك خرج هذا الفتى بهذه القوة. فكان من جملة ثقافاتهم أن المرأة إذا كانت هي فروك فإن ابنها يكون عظيما، ولهذا كان بعض الفرسان إذا خرج يقول أنا ابن الفروك من يخرج إلي، حتى يفقه الناس يعلم الناس من قولي هذا ونعته لنفسي وصفي بذاك أنه فيه من معاني القوة ما فيه. نحن الآن نتحدث، هذا استطراد أدبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنا، هو يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه العدل. وفي الرجال والنساء وفي كل من تخالطه في كل من تصاحبه إذا رمت الكمال فأنت تبحث عن شيء لا وجود له، تبحث عن شيء لا وجود له، لكن العرب تقول إذا عز أخوك فهن. والإنسان لا بد لأمور أن يطأطئها، يطأطئ رأسه فيها مهما بلغ، فإن المكابرة والمصادمة نوع مما يدل على أن الإنسان غير قادر على العيش والحياة مع الناس. إذا أنت لم تشرب مرارا على القدى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، وفي البيت أنك لن تجد من تصاحبه، لن تجد من تخالطه إذا كنت ترهم الكمال وتتقصى على صاحبك أو على أخيك أو على جارك أو على زوجتك أو على أحد معك أو على رئيسك أو على من يعمل عندك كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، فأنت تبحث عن شيء لا وجود له، لأن الدنيا لم تبنى على هذا، الدنيا لم تبنى على هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عن بعض أصحابه لا تسبوا أصحابي، وقال عن بعض أصحابه لبعض أصحابه قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يتكلم عن أبي بكر والخطاب لعمر. فهذه أمور تحدث في الحياة اليومية ولا يلبث أن تنتهي، تنقضي، تطوى صحيفتها. بهذا يمكن للعاقل أن يمضي في أيام دهره وسني حياته، لكنه إذا كان يتقصى على زوجته فهذا التقصي قد يثمر عنه أن تنبت في القلب نبتة بغض مستديم، تصبح الحياة يومئذ محالة لا تطاق. لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالمقصود من هذا أن التراحم ولين الجانب مما أمر به المؤمن عموما، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فتح عليكم فضل الشيخ.